في نهارك زملكاوي، استأنف الفريق تدريباته النهارده الصبح وما زالت طبعا مستمره حتى الآن بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وده طبعا بعد انتهاء الراحه اللي حصل عليها اللاعبين لمده 24 ساعه امبارح الثلاث. ومنح الجهاز الفني للزمالك لاعبي راحه امبارح يوم الثلاث بعد خوض مباراتين وديتين امام ليفلز والفيوم، حيث فاز فريقنا في الاولى بهدفين دون رد، وحقق الفوز في الثانيه باربعه اهداف دون رد. ويستعد الزمالك لمواجهه الاسماعيلي يوم 19 فبراير الجالي باستاد الاسماعيليه ضمن مباريات الجوله ال 13 من مسابقه الدوري المصري الممتاز. يخضع زياد كمال لاعب وسط الفريق لفحص طبي جديد النهارده يوم الاربعاء لتحديد طبعا حجم الاصابه اللي تعرض ليها في العضله الخلفيه، وبيحدد الفحص الطبي اللي هيخضع ليه زياد كمال فتره غيابه عن تدريبات الفريق، ووضع طبعا البرنامج التاهيلي الخاص ليه تحت اشراف الجهاز الطبي بقياده طبعا الدكتور محمد اسامه تمهيدا لعودته للمشاركه. زياد كمال تعرض للاصابه في وديه الزمالك وليفلز يوم الاثنين على الملعب طبعا الفرعي باستاد الدفاع الجوي، واكيد بنتمنى له الشفاء العاجل، وبنتمنى يعني عايزين اكيد نطمن عليه ونتمنى له ان شاء الله انه يكون باحسن صحه ممكنه. كمان قرر الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي خوسيه جوميز خضوع اللاعبين لقياسات بدنيه خاصه خلال الوقت اللي جاي. القياسات الطبيه دي علشان نشوف المدير الفني يشوف اخر التطورات البدنيه الخاصه باللاعبين بعد فتره طبعا التدريبات والمباريات الوديه اللي كانت في الفتره اللي فاتت. ووفقا طبعا للقياسات اللي هتتعمل تحت اشراف جواو ميجيل مدرب الاحمال، هيتحدد البرنامج التاهيلي اللي هيتم وضعه لكل لاعب للفريق في ظل طبعا اقتراب المواجهات الرسميه المقبله للفريق، واولها امام الاسماعيلي زي ما قلنا يوم 19 من الشهر الجاري في الدوري المصري الممتاز. كمان كلف البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني للفريق مساعده احمد مجدي باعداد تقرير فني مفصل عن فريق الاسماعيلي واللي هنواجهه اكيد في مسابقه الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري. وبيسلم احمد مجدي تقريره الفني عن الاسماعيلي خلال الساعات المقبله واللي هتضمن نقاط القوه ونقاط الضعف بالاسماعيلي. كمان الجهاز الفني هيشاهد بعض مباريات الاسماعيلي قبل طبعا فتره التوقف الاخيره في جلسات بالفيديو خلال الايام المقبله في وجود لاعبي زمالك لشرح اكيد نقاط القوه ونقاط الضعف بالفريق. ونختم الاخبار مع كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره بالفريق، واللي بيجهز خلال الفترة الحالية مع الجهاز الإداري للفريق وبيجهز لهم إجراءات السفر للجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. من المقرر أن يخوض زمالك مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر ليه يوم 25 فبراير الجاري باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عناية الجزائر. وبيحتل فريق الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، وده طبعا هيكون في مدينة عنابة بالجزائر.